مورد آخر في شرح البخاري عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال ابن حجر قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد يقول المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا لثلاثة. إذن ابن حجر يقول المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي مكان كان إلا لثلاثة، أو أخاص يعني فإما أن يقدر عاما أو يقدر الأخاص أو يقدر خاصا أو أخاص من ذلك أو أخص من ذلك. يقول لا سبيل إلى الأول، ابن حجر يقول لا سبيل إلى تغيير العام، لا سبيل إلى الأول، لا سبيل إلى العام. لماذا؟ يقول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة، يعني هذا سيسد باب السفر شد الرحال وباب السفر للتجارة لصلة الرحم لطلب العلم لغيرها من الأمور. يقول لإفضائه، يقول لا يمكن أن نقول بأنه يراد به العام، لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها. فتعين الثاني أي تعين الأخص، يقول والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة. وهو ما هي الأكثر مناسبة؟ ابن حجر يقول لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، إلا إلى الثلاثة. إذن قيد شد الرحال إلى مسجد في الصلاة، لا تشد الرحال إلى مسجد في الصلاة أو إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة. يقول فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر، الكلام لابن حجر. يقول فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين، والله أعلم. إذن التكفيريون، الدواعش، المنتهكون للحرمات، المبيحون للدماء وللأعراض وللأموال، والمهدمون للقبور لقبور الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، ماذا يفهمون من هذا الحديث؟ كما بيّن ابن حجر يفهمون بأنه لا يجوز زيارة القبور، يفهم من هذا الحديث. ابن حجر يقول لا، يبطل هذا القول، فيبطل بذلك قول الدواعش التكفيريين المنتهكين للحرمات والأرواح والأعراض والأموال. يقول يبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين، والله أعلم. وقال السبكي، لازلنا في شرح البخاري، يقول وقال السبكي الكبير، وقال السبكي الكبير وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع. يقول السبكي وهو خطأ استدلال الدواعش، استدلال التكفيريين، استدلال منتهكي حرمات القبور، قبور الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، يقول هذا خطأ. وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان، والله أعلم. انتهى مورد الشاهد في فتح الباري الجزء الثالث لابن حجر العسقلاني. المورد الآخر، المورد الثالث في شرح صحيح مسلم للنووي الجزء التاسع، حديث لا تشد الرحال. قال النووي الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك. يقول وفي الباب مسائل: الأولى، إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأي شيء؟ بأي قصد؟ بأي نية؟ يقول فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيارة تربته، لزيارة
تربته، النووي يقول لزيارة تربته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي. فإنها لاحظ زيارة تربة النبي، تربة قبر النبي، تربة مدينة النبي، يقول فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي. هذا في شرح صحيح مسلم للنووي جزء 9 حديث لا تشد الرحال، وكذلك في الإيضاح في مناسك الحج للنووي.